ولمزيد من المعلومات انضم إلينا من جدة استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد حلواني. دكتور محمد، أهلا بك عبر شاشة الإخبارية. هل الجرعة الأولى ستوصلنا إلى المناعة المجتمعية، علما أن هناك يعني أكثر من 9 ملايين جرعة أعطيت للمواطنين والمقيمين؟ لا طبعا، بالنسبة لتطعيم سواء فايزر أو أسترازينيكا، لأنهم الاثنين تطعيمات تصل فيها المناعة مرتفعة إلى درجة تتجاوز بالنسبة للفايزر 94 إلى 95%، وأسترازينيكا أقل شوي، لكن ما تحصل المناعة المجتمعية إلا بعد الجرعتين الكاملة للتطعيم. هل بالجرعتين فقط أم أن هناك يعني أمور أخرى، اشتراطات أخرى نصل إلى المناعة المجتمعية؟ نعم، شيء بديهي بالنسبة للاحتياطات الوقائية المعروفة. هذا شيء يعني إلزامي، هذا ما هو شيء يترك. فقط الناس اللي هم أنهوا جرعتين التطعيم جميعهم يستطيعون أن يجلسوا مع بعض بعدم وجود الكمامة. لكن غير كذا طبعا الالتزام بالتباعد، الالتزام بتطهير الأيدي، الالتزام بلبس الكمامة، هذا شيء مطلوب ولا يجب أن يتبع دائما وأبدا، حتى نصل تماما إلى يعني المرحلة التي تعدى فيها مرحلة الخطر بانتقال الفيروس بين الناس. يستثنى من هم في 60 من تأخير الجرعة الثانية، لماذا؟ نعم، لأنه لا زالت يعني يوجد خطر لاكتساب العدوى حتى بعد الجرعة الثانية من التطعيم. الكبار في السن يكونوا أكثر عرضة لا سمح الله في حالة اكتساب العدوى لحصول بعض المضاعفات. لم تثبت حتى الآن في معظم الأبحاث التي نشرت أن الناس اللي يخلصوا جرعتين تطعيم عند التعرض تكون الأعراض لديهم شديدة، يعني الناس اللي أخذوا العدوى بعد إنهاء الجرعتين تكون عندهم الأعراض بسيطة، ولكن كبار السن معظمهم قد يكون لديهم بعض الأمراض المزمنة، فالخوف أنه لا سمح الله ممكن يؤدي إلى بعض المضاعفات الغير مرغوبة، فعشان كده يجب أن نؤمن هذه المجموعة الغالية والعزيزة على قلوبنا قبل الناس اللي هم أقل سناً. العبد العالي يقول أنه مواعيد لقاح كورونا تصل إلى 250,000 يوميا، يعني كيف تقرأ ذلك؟ هذا طبعا شيء جميل، يعني احنا لاحظنا في البداية لم يكن الحماس كبير، كان الناس متخوفة ما هي عارفة أنه شيء جديد، لكن ما شاء الله بعد فترة بسيطة بدأنا في منحنى تصاعد، الآن وصلنا 9 مليون، نحتاج أن نصل إلى 22 مليون حتى نغطي أكثر من ثلثي المملكة بإذن الله، وإن شاء الله أعتقد أنه هذا شيء قريب مع زيادة الوعي من الناس. 2021 ربما هو العام الأخير لكورونا، منه يعني من السابق لأوان. نتمنى ذلك. نحن طول ما نحن التزمنا بالاشتراطات نحن إن شاء الله نكون في مأمن، وإحنا نرى ما يحصل في الهند وسلالات المتحورة تحور. في بعض البلدان القريبة منا أيضا، فنحن يجب أن نحتاط قدر المستطاع، ونحن جزء من العالم، فطالما نحن جزء من العالم فنحن معرضين لما يتعرض إليه العالم. كيف تثمن جهود وزارة الصحة، الجهات الحكومية الأخرى معها، أيضا وعي وإدراك المواطن المقيم بأهمية أخذ الجرعات لكي نصل جميعا إلى المناعة المجتمعية؟ صحيح، هو حقيقة التوعية الآن، الوعي الموجود بين الناس ما شاء الله ارتفع بشكل كبير. التضافر بين القطاعات حقيقة هي عبارة عن منظومة جميلة أثبتت كيف تتعاون القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، وليس الحكومية فقط، حتى الخاصة، يعني الجميع تضافر. نرى نحن المقيم والمواطن مع بعضهم البعض يدا بيد في التطعيم، لا توجد هناك تفرقة، الجميع طرحت لهم فرص أخذ التطعيم، فهناك طبعا الحمد لله في تناسق وتناغم في المجتمع، ولكن نحن دائما طماعين أكثر أنه يكون التناغم أكبر وأكثر حتى إن شاء الله نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة المناعة المجتمعية، في أقرب وقت بإذن الله. ماذا تقول دكتور محمد للمتساهلين أمام الإجراءات والتدابير الوقائية؟ والله أنا أقول هناك يوجد يعني عقاب، والجهات المسؤولة وضعت عقاب، فيجب أن يلوم الشخص نفسه في حالة لا سمح الله تعرض أنه يطبق عليها. لا بدون عقاب، يعني فيما يتعلق بالإجراء التوعوي. الإجراء التوعوي الحمد لله، يعني لا زال نحن من الناس اللي يعني بنشتغل في التوعية، أنا وكثير من زملائي. ممتاز. في الكثير الحمد لله، الاستجابة أصبحت أكبر كثير، التساؤلات بتجينا، اتصالات بتجينا، أسئلة كثير عن بعض الأمور الفنية وبعض الأمور التي تحتاج إلى شرح
لتوضيح أكثر. وهذا الشيء طبعا نحن يعني ما نبخل عليه، لأنه الإنسان الشخص المتخصص هو أكثر شخص يستطيع أن يجيب ويساعد في فهم ميكانيكية الانتقال التي بعض الأحيان ليس من السهل أن يفهمها أي شخص عادي بعيد عن التخصص. رسائل التوعية دكتور محمد، لكي تصل يجب أن نقرأ جيدا المجتمع. صحيح صحيح. يعني الإجراءات تسبق التجهيز وإعداد الرسائل التوعية هي قراءة وفهم المتلقي. ماذا عنكم هناك في وزارة الصحة؟ طبعا نحن نتعاون مع وزارة الصحة، انا لا اعمل مع وزارة الصحة، ولكن نحن نتعاون جميع المتخصصين في القطاعات المختلفة الصحية المختلفة تتعاون مع منظومة وزارة الصحة في نشر التوعية عن المرض ونشر التوعية عن الوقاية وأسس الوقاية والتطعيم. فهذه كلها تعمل بشكل زي ما اسلفت منظومة متكاملة بين الاطراف حتى يكون إن شاء الله الجميع يقوم بدوره التوعوي في هذه المنظومة. هو هناك من يقول أن هذا التساهل ربما الرسائل التوعوية لم تصل جيدا إلى ذهن المتلقي. لا بالعكس، الرسائل التوعية تصل، يعني حتى نحن تصلنا رسالة توعية، يعني نحن تصلنا كمواطنين فقط تصلنا الرسالة التوعية بشكل جميل ومستمر، فنحن نتمنى أنها تستمر بنفس الطريقة. ربما يحتاج أنها تزيد مثلا في التلفزيون أكثر، في الإذاعة أكثر، يعني في أماكن مختلفة لانتشار المواقع التواصل الاجتماعي أيضا، لأنها هي أكثر، يمكن أكثر الآن الناس يعني مواقع التواصل هي أكثر اتصالا بالناس، فهي أكثر مشاهدة، فعشان كذا يمكن نحتاج أن احنا نزيد ونستمر فيها. جميل، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد حلواني، وأنت استشاري أمراض معدية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة.